سوخش معكم ادم من قناه هي جيمر برو. كثر مره كتفرج فيديو ديالنا دير واحد ابوني او شي لايك شي لايك هيا وشي سبسكرايب. وقبل قلت لكم غادي نديرو كيفية تحميل سناب شات. سناب شات هو تطبيق ما كاينش في بلاي ستور، كتانستاليه من جوجل او من شراو، كتضغطوا على غيس داونلود. لما كانش غيس داونلود كتضغطوا على تيليشارجي وكتسناو كيت انستاليكم هذاك الخط الاحمر حتى كيولي فيه 100%. عاد كتدخلوا ثلاثه نقاط اللي كاينين الفوق، ثلاثه نقاط اللي كاينين الفوق كتوركو كتضغطوا على تيليشارجمو. كيطلع لكم جوج ملفات او ملف واحد، كتضغطوا اي ملف كتطلعوا كتلقاو انستالي. كتلقاو في الاول سويفونت انستالي، غادي نخليكم تشارج عليه. بعد ما تانستالا لا تانستالات سناب شات كدير اوفرير. غنوريكم طريقة الاستعمال سناب شات. سناب شات هو تطبيق كيخلي انك تانستالي في الام بي 3 و الام بي 4 في كتورك على اكتي بي وكيدخلوك بحال الفيديوهات اللي كاينين في اليوتيوب اللي كاينين ها هنا. اي فيديو كتيليشارجي لا فيديو عندك في الكليري او عندك في الصور او لا فيديو كتطلع جوجل بلاي او ديال ميوزيك ديالك. غنوريكم كيفاش كتستخدم هاد لابليكاسيون هادي اللي باقي ما عارف استعمال او اللي تيليشارجيها وباقي ما عارف كيفاش يستعملها. كتكتبوا اي حاجه، حنا غنكتبوا اي فيلم كتكتبوا اللي بغيتوا. كتبوا هنا شي فيلم ديال جاكي شان ولا شي لعيبه. كيشان كتعرف على افلام بحال في اليوتيوب وكذا، هادو كيتيليشارجيو. اش كدير؟ كتورك او كتضغط على داك بحال ديال التيليشارج هذاك السهم، كتهبط لبغا تيليشارجي الفيديو كتهبط 240 بي كتيليشارج. انا غنحيد هاد الفيديو هذا حيت انصاليه. بغيتي تحبس التيليشارجمون كيطلع هداك السهم اللي في القرص اللي وسط منه سهم، كتضغط عليه كيطلع لك بحال هداك. كتورك على دوك جوج شرطاش او هداك اللعب ديال سطو، كتمحي الفيديو وهو تمحالك. ماشي حيت لا بغيتي تبدل شي الرأي ديالك او بغيتي تمحي هاد الفيديو هذا، كدير هاد البلاصة كتورك على هاديك كتضغط على هاديك القرص اللي في وسط منه سهم. لابا تيليشارجيو تاني الاغاني، غنوريكم كيفاش كيتيليشارجيو وكيفاش كيتمحاو. كتبوا اي اغاني، كتبوا اغاني ويطلعوا لنا الاغاني مغربيين. اي حاجه بغيتي تيليشارجيو اغاني كتيليشارجيو لكم في ديك البلاصه اللي كيكونوا فيها اغاني. بحال نتيليشارجيو اغنيات، هاد الاغنيه دي مغربيه ما تورقش ما طاش دابا تورق ما ضغطش لا بغيتي تيليشارجي ما ضغطش على 240 بي. تورق الفوق ديال الميوزيك اضغط على ام بي 3 اطلع كيما قلت لكم. غتدخلوا السهم اللي في وسط من ديك القرص اللي وسط من السهم، لا بغيتي تيليشارجي كتورقوا كتضغطوا على دوك جوج شرطات وكديروا سيبريم وكيكون تمسح لكم التيليشارجو مو كيكون تمحى. دابا حنا غنخرجو من غوشارج وغنوريكم كيفاش دارو بحال اليوتيوب. فهمتو؟ لا بغيت ندير لكم شي حلقة كيفاش تصيبو ديك اللعيب ديال ابوني، ما غاديش ما ساهلة كيفاش تاهي هنا تولي دير ابوني، ولكن غتولي تحكم فيها في اليوتيوب. لا كنتي مش غدير من اليوتيوب ابوني ومن هنا ابوني، غدير غير من اليوتيوب. غتوصلو الفيديو ده 50,000 لايك.
كيما قلت لكم من اليوتيوب لا درتو ابوني هنا تكون دايره ابوني، ونقول لكم بيس.